يلا معلش بنتي، لا تزعلي وتضايقي حالك ابدا، انت عملتي اللي عليكي وهذا بكفي، لهيك ما لازم تنزعجي بالمره. هذا مديرك انا ما حبيته من اول مره شفته فيها. صح هو مالك الجريده بس ما بعرف شو مفكر حاله، يعني الموظفين هن الناس مثلهم مثله تماما، بس هو قليل ذوق وما بيعرف يتعامل مع الناس. لا هو مو هيك كاران، شوريا شخص كتير متفهم وعائل كتير كمان، أنا قابلته أكتر من مرة وحسب ما شفته هو كتير بيهتم بالموظفين اللي عنده. لسوء حظي الدليل ما كان معي بهداك الوقت، وهاد راكيش عم يلعب لعبته بذكاء كتير كبير. بابا خلص هلأ ما عاد تشتغلي بهذا المكتب، لاقي شغل بمكتب تاني. ردي بنتي احكي بابا معه. هذا شوريا. ايه بنتي احكي معه يلا. لحظة احكي برواء. الو مرحبا ديا، الشيك صار جاهز، تعالي خدي. انا ماني بحاجة مصاريك، برأيك انه انا ما بستاهل مو هيك؟ لكن ليش عم تعطيني مصاري؟ ديا فكني. بس خدي المصاري على الاقل. اسمعيني ديا، حتى لو كنتي ما بتستاهلي بس انا بدي اعطيكي هذا الشيك. قلت لك ما بدي اياه. شو ما عم تفهم؟ شكلك عن جد ما بتفهم. طيب اخي اهدى، هدول بيكونوا مصاريكي. ديا شو انت جنيتي؟ هدول المصاري هن تمن تعبك، ليش لحتى ما تاخديهم؟ قولي له انك جاي. ليش هالعناد بدون سبب؟ صح، ليش لحتى ما اخد اجر تعب؟ ممتاز، تعالي بسرعة جاي. ليك جاي. أرمي غوراف هون. أخي غورا. إيه أهلين أخي. راني ممكن تجيبي لنا شاي؟ إيه تكرمي. فوت. كل شيء تمام أخي؟